عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب الباراجراف عن قصة قرأتها، A Story، قصة You have read، يعني قصة قرأتها. هنقول بالأمس قرأت قصة، يبقى yesterday، يعني بالأمس. I يعني أنا read، قرأت a story، قصة. هنقول مثلا إنها تدعى الفتاة أو البرنسيسة أو الأميرة الصغيرة، يبقى هنقول it أو it's called، إنها تدعى أو تسمى a أو a little أو little little princess، يعني الأميرة الإيه الصغيرة. هنقول إن هي يعني عن فتاة صغيرة، يبقى هنقول it's about، إنها عن a little girl، عن فتاة صغيرة تسمى called، تدعى أو تسمى Sarah. هنقول اللي هي طبعا التي عاشت في الهند، يبقى who، ده طبعا عاقل، who lived، who lived in India، طبعا التي عاشت في الايه في الهند. ممكن نقول Sarah's father، والد سارة، Sarah's father يعني والد سارة دوت، يعني كان رجل غني. هنقول was rich. ممكن كمان نقول إن هو أرسلها لمدرسة مثلا داخلية، هنقول he، هو التصريف التاني من طبعا sent، هو sent برضو sent عذرا sent، he sent her، هو أرسلها to، إلى a boarding boarding school، boarding school إلى مدرسة داخلية في إنجلترا، in England، في إنجلترا. بعد كده هنقول لما والدها أو عندما توفى والد سارة، يبقى when، معناها لما أو عندما، when Sarah's father يعني والد سارة died، مات، هي أصبحت فقيرة. هنقول she became poor، لما والدها توفى أصبحت إيه فقيرة. بعد كده ممكن نتكلم عن الإيه الـ head teacher بتاعتها، اللي هي مديرة المدرسة، the head teacher، مديرة المدرسة started، بدأت to be، أن تكون cruel، كرول قاسية يعني to Sarah، يعني بدأت تكون قاسية على مين؟ سارة. ايه السبب؟ يبقى because she، لأن سارة طبعا ممكن نقول سارة because she، لأن سارة had no money، لأن سارة طبعا لم يكن لديها الإيه المال، she had no money، ما عندهاش فلوس. بعد كده هنقول إن هي جعلتها تعمل كخادمة، يبقى she، عندي make، يبقى made،
she made كلام في الماضي طبعا she made her work يعني هي جعلتها تعمل كايه as servant a servant يعني كخادمة. بعد كده طبعا هي عاملتها كخادمة تصرفت معاها بشكل طبعا سيء فسارة طبعا يبقى نقول سارة القصة طبعا انا بحول اللغة العربية الى اللغة الانجليزية طبعا بس طبعا طبقا للقواعد يبقى انا هقول سارة had to معناها اضطرت يعني had to هنا معناها طبعا ايه او كان عليها الزاما عليها had to اضطرت ان هي تعمل ايه had to work hard اضطرت انها تعمل بشيء بجد every day كل يوم every day كل يوم ممكن نقول and وكمان ان هي ما حصلتش على كثير من المال يبقى and didn't كلام في الماضي طبعا didn't ايه بقى get much food much food ماشي يبقى and didn't get much food ولكنها طبعا لم تحصل على كثير من الايه الطعام يعني اضطرت تعمل بجد every day كل يوم and didn't get much food ولكنها لم تحصل على كثير من الايه الطعام هنقوله ممكن نقول سارة برضو decided قررت to an behave بمعنى يتصرف قررت ان هي طبعا تتصرف بشكل كويس يبقى well decided to behave well مثل الأميرات يبقى like يعني مثل البرنسس برنسس مثل الأميرات هنقول ان هي she was يعني هي كانت she was always ظرف التكرار بيجي بعد verb to be على طول يبقى هي كانت دائما she was always هنقول ان هي كانت لطيفة kind طيبة and polite ومؤدبة او مهذبة هي كانت بتتصرف بشكل كويس مثل الايه اميرة او مثل الاميرات او مثل الاميرة ممكن نقول هنا مثلا ايه سارة decided قررت to be سارة well بشكل كويس like a real يعني هنا ايه a real princess مثل الايه اميرة حقيقية real يعني حقيقي وهنا princess مثل أميرة حقيقية يبقى سارة decided to behave well بشكل كويس like مثل a real princess مثل مثل أميرة حقيقية she was كانت always دائما kind and polite كانت دائما لطيفة وإيه مهذبة للجميع يبقى to everyone هنقول إن هي كانت بتساعد الغلابة وبتديهم طعم يبقى she أو المتسولين يبقى she helped عذرا she helped beggars كانت بتساعد المتسولين and وكان بتديهم للطعام يبقى and gave وضمير المفعول عندي them and gave them ايه بتديهم من ايه الفوت نبدأ طبعا من تاني نراجع القصة هنا بيقول لي a story قصة you have طبعا ايه read يعني انت قرأتها قصة طبعا بتطلق على أميرة صغيرة yesterday I read a story قصة انا قرأت قصة it's called a little princess يعني انها عن فتاة او تدعى طبعا a little princess يعني البرنسيسة او الايه او الأميرة الصغيرة it's about a little girl انها عن فتاة تسمى called سارة تسمى وتدعى سارة who lived in India التي عاشت في الهند Sarah's father was rich يعني والد سارة كان غني he sent طبعا her to a boarding school المدرسة الداخلية دي مدرسة الطلاب بيدرسوا فيها وبيسكنوا فيها خلال فترة الدراسة فقط واحيانا بيسكن معهم المعلمين بتوعهم يعني
boarding school، مدرسة داخلية in England في إنجلترا. When Sarah's father died، لما والد سارة مات، she became poor، أصبحت فقيرة. The teacher started to be cruel، يعني مدرسة المدرسة أو مديرة المدرسة أصبحت تعاملها بقسوة to سارة لسارة. Because she had no money، لأن ما عاش فلوس، لم يكن لديها المال. She made her work، يعني هي طبعا جعلتها her work تعمل as a servant، كطبعا خادمة. سارة had to، سارة عذرا اضطرت to work، أن تعمل hard work، تعمل بشكل طبعا وبجد every day، كل يوم، لكنها طبعا and didn't get much food، لأنها لم تحصل، ولكنها لم تحصل على الطعام الكافي. كمان سارة decided to، قررت أن behave، تتصرف well like a real princess. سارة decided to behave، تتصرف بشكل كويس like مثل a real princess، مثل الأميرات أو مثل أميرة حقيقية. She was always kind and polite، هي كانت دائما عطوفة وإيه ومهذبة to everyone، للجميع. She helped beggars، هي ساعدت المتسولين and gave them food، وكانت طبعا وكانت بتعطيهم أو أعطتهم الطعام. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى رب الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.